الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقات جديدة وموفقة من انطلاقات الخير والبركة في صباح هذا اليوم من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة. نرحب بكل الحاضرين، نرحب بكل المشاركين لتعلن انطلاقة شوطنا الثامن للقعدان المهجنات الأصايل. ننطلق ونسير مع هذه الانطلاقة الجميلة والموفقة، ننطلق مع البداية ومع الصدارة لنتابع أول المراكز، أول التحديات في هذه اللحظات. من ينطلق بهذا الشعار الجميل، بهذا الشعار المميز والحاضر هنا في صباح هذا اليوم من أجل البحث عن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار الكبير والجميل هناك خلف خط النهاية؟ بسم الله وعلى بركة الله ننطلق ونسير في هذه اللحظات لأتابع انطلاقة هذا الشعار. أتابع مرزام، مرزام من ينطلق؟ محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري يقدم لنا شعاره على أول البدايات والانطلاقات في هذه اللحظات. المركز الثاني القادم والحاضر، أتابع مرموق من يأتينا في هذه اللحظات ليتقدم راشد بن خميس لغويس السويدي من يقدم لنا شعاره وينطلق في هذه اللحظات. المركز الثالث القدوم والحضور من حايلتك القادم في هذه اللحظات، هنا حمد بن سعيد بن سالم الدرعي مقدم لنا هذا الانطلاق وهذا الإبداع مع ثالث المراكز. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات موج القادم والحاضر نابت بن محمد بن خيلة بن محمد العامري من يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات أتابع نذير القادم هنا حمد بن سلطان بن عواد النعيمي من يقدم لنا شعاره، ولكن الحضور في هذه اللحظات والقدوم بكل قوة يأتينا في هذه اللحظات. والم هو الحاضر، والم هو المنطلق بشعار الصعب ليتقدم محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مقدما لنا والم، بينما القادم في هذه اللحظات ايضا انضم هذا الاسم، انضم وبران سالم بن علي بن طناف الدرعي. يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة بينما أتابع القدوم في هذه اللحظات. المنطلق متابعين الكرام، أتابع في هذه اللحظات مرسال عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم لنا هذه الانطلاقات، يقدم لنا الخروف عوض بن علي بن عبد الله البلوشي من يقدم لنا شعاره، من يقدم هذه الانطلاقة وهذا التحدي في هذا الصباح. انضم في هذه اللحظات وحضر متابعينا الكرام، يتقدم هنا جناد محمد بن خميس بن راشد الظاهري من يقدم لنا شعاره في هذا الانضمام في هذا الحضور. وكذلك أتابع القادم في هذه اللحظات، هنا أتابع هذه الانطلاقة، انطلاقة وحضور الشميمي بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يقدم لنا شعاره، العودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول في هذا الشوط لأتابع انطلاقة وحضور وبران سالم بن علي بن طناف الدرعي. ينطلق الدرعي يندفع مع هذه الاندفاعات
مع هذا الحضور المميز، الحضور الكبير في صباح هذا اليوم. المركز الثاني، القدوم في هذه اللحظات والانطلاق من مرسال عبيد بن محمد بن عبيد المزروعي، ولكن والم متولم للفوز ينطلق هنا بهذا الشعار الكبير، ينطلق هنا شعار الصعب محمد وسلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي ولوحة الكيلومتر الأخير. الكيل الخطير وصل في هذه اللحظات وحضر موج نابت بن محمد، البن محمد العامري من يقدم لنا شعاره القادم. الخروف، الخروف حاضر في هذه اللحظات. ينطلق عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، غير الى الصداره، غير الى المركز الاول مع مقدمه الشوط. روح يا مالك الخروف، روح يا مالك الخروف للفوز وللانتصار القادم في هذه اللحظات. الحاضر شاهين ماجد بن سعود العصيمي قادم، قادم بكل قوة، ولكن الخروف، الخروف والعصف الابطان تحرك وطار، طار الخروف اقلع نحو الفوز نحو الانتصار. عوض بن علي بن عبد الله البلوشي، البلوشي يا سلام يا سلام، ولكن القادم الحاضر بهذه اللحظات الواصل مثير محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي الأمتار الأخيرة مثير، والخروف، الخروف مثير، ولكن مثير 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 خطف ناموس هذا الشوط في آخر الأمتار. محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي قدم الأداء الكبير، قدم الأداء المميز في صباح هذا اليوم. المركز الثاني الخروف لعوض بن علي بن عبد الله البلوشي ايضا قدم اداء يشكر عليه. المركز الثالث وصل متابعين الكرام شاهين لماجد بن سعود العصيمي. المركز الرابع كان الحضور ايضا من ربدان غانم بفارس بالفندي المزروعي. المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام رداد لناصر بن مبارك بن سالم بن نصرة العامري. تهانينا والناموس لمالك مثير على هذا الفوز والانتصار محمد بن سعيد بن خليفة الدرعي. 7 دقائق 42 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. المركز الثاني الخروف عوض بن علي بن عبد الله البلوشي قدم أداء أيضا يشكر عليه مع ثاني المراكز. 7 دقائق 43 ثانية، جزئين من الثانية. مشكور يا دختور على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثالث كان الحضور من شاهين ماجد بن سعود العصيمي قدم لنا شعاره. 7 دقائق 43 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.